تحقير الناس، تحقير الناس، تحقير. صاير شفيت 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 يبيلي طاولة يبيلي انت بيني تحاتشين ما حد ما حد بس قاعد اطلع الطاقة اللي فيني لانفجر. ومن الحقير اللي قاعد تطلعين طاقتك فيه؟ هذا داود الحقير، شفتيه اصلا ايش قاعد يقول عن مسلسلك عقب ما شراه؟ ها اخ بس اخله ويطيح بيدي. نور 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 نور، خلاص خلاص ما بيصير، انا تجاوزت الموضوع ورديت الايجابيتي. ما علينا، شوفي شمي هذه عطر جديد انا مسويته حق خالد وجمانه بمناسبه زواجهم. تدرين شنو سميته؟ قراده. لا حرام عليك، سميته جخ. جيم جمانه والخاء خالد جخ. هذا لو وينهم وين الجخ؟ سميه قراده، قراده احسن. اصلا زواج ماكو زواج. ليش؟ الله يتمم عليهم ان شاء الله ويتزوجون. انا ماني خبرتك نحيسه كذي. اذا تزوجوا ما راح احضر العرس. ومنو اللي يرقص لي؟ منو اللي ناجرني؟ شوف لك احد غيري. ريحة قرادة. مبروك 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 خالد، الله يبارك فيك. فرحانة أنا ودي أبكي. ليش؟ فرح فرح، هذا الكشخة عديتني أنا. هذا أمك سويته لي عندها. أعرف دوقة أمي. لا عشان أسوي كذي. مبروك خالد مبروك. يما ليش أحسك بتبكي؟ أنا يبي يبكي، أنا فرحان فرحان وايد. يبي يعرف إيش كسر أنا فرحان؟ إيه. قد أول ما تجهزين قولين لي عشان أحط لك الأغنية اللي تبينها. أوكي.
لا 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 اسمحوا لي، كلام هذا غلط في غلط. يعني احنا مشكلتنا كعرب لما نتناقش ونتكلم بالتاريخ دائما نغلط انفسنا، يعني واحد يقول هذا صح وهذا خطا، ومع احترامي الشديد لتخصصاتكم انا اقول ان احنا ما استفدنا من التاريخ بشيء. صدقك؟ شو ما استفدنا من التاريخ بشيء؟ انا اقول لك ليش. تفضل. انا لما كنت ادرس في الخارج لما كنت اسال اي اجنبي اقول له شو تعرف عن تاريخك؟ تلقى ما يعرف شيء. لكن هو عارف شنو خريطته وشنو خطته ووين ماشي، وعارف شنو مستقبل ديرته. لكن احنا مع الاسف احنا دفننا نفسنا في الماضي، دفننا نفسنا في التاريخ. فهمتوني؟ انا اقول اخوي صراحه انت خريج اي جامعه؟ انا خريج جامعه الاشراق، بريتنس كوليدج. وين صاير هذه؟ برا. والله لا رد صلاح من الديوانية بتشكر منه بنفسي. تتشكرين منه؟ طبعا، لو ما راح صلاح كان ما شاف ريلج أو ريلج قال لك تذكرتيني. هبه شدعوة، ما كنا زميلات دراسة. الدنيا تلاهي والله، وأنا وريلي سافرنا حضرنا دكتورة برا. أي ممتاز، زين سويته. أقول هبه ضروري تشاوف. إيه أكيد. أقول غنيمة، هو ريلي شهادته شنو بالضبط؟ أنا وريلي أول مرة نسمع بهالجامعة، هي معترف فيها. الحب هني. هاي جود ايفنينج. هلا. شنو ما طلعتي؟ لا ما طلعت. اوكي خليك عيل، بروح ابدل وارد لك. اقول كنت بديوانيه بصقر فيشكم. ايه ايش درات؟ كلمتني مرت الدكتور عبد الله وقالت لي اوه ماي جاد، هذا انا ما واطنه، دمه ثقيل غثيث وما يعرف شيء. صدق عاد سالتني على شهادتك، ما عرفت شنو اقول لها. شنو يعني ما عرفت ايش تقولي له؟ الشهاده بعد ما اخذ شهاده حالي حال غيري. غرت منها، تمنيت اصير مثلها. قايلها ظروفها صعبه، ما كمل دراسه. يه وشك الحال حق مرته. اي حق مرته. اذا ما شكى حق مرته يشكي حق منه. وقفت معاه وساعدته، خليته ياخذ البكالوريوس والماجستير، واعتقد قعدت مع بالديوانيه سمعتهم ينادونه دكتور. انت طول عمرك ما تحب اكون احسن منك، بس لو جيت سالتني كان قلت لك اني احبك. ايه احبك، احلى من العسل على قلبي انك تكون احسن مني. شنو بقى حيث وين الكيكة والورود والاستقبال؟ هذا كله وين راح؟ كذبة. بس ما تي شيء مكذبك علي، على الناس، على نفسك. عشان يكرمني أي عقل؟ أي نعم، المسؤول عن المهرجان كلمني بنفسه. بيكرمني على شنو؟ صج بيكرمني على شنو؟ مسلسلك نار القريب، قلت لك إن المسلسل زين بالرغم من الظروف اللي واجهها. قل لهم مو الحين يأجلون الموضوع القادم، أجمل بإذن الله، أجمل بوايد. أنا اليوم عندي موعد،
موعد مع سامية في المسرح وبتخليني أقابل منتج كبير كبير ووايد زين بقعد معه. لعله وعسى الله كريم ما تدري، إن شاء الله إن شاء الله. بس أنا بعرف هم على أي أساس اختاروني يا أستاذ، شني آليتهم فعلا شني آليتهم. أنا بقول لك شيء، أنا عندي أجابل العطور وأعيش بين هالأريج أفضل لي ألف مرة من هذه المحسوبيات. جمانة جمانة. هلا خالتي. أنت شنو يسوي في مطبخ؟ قاعدة أسوي قهوة تبين؟ أوه حبيبي، لا أنا يروح خيات يجي معي؟ لا حبيبتي الله وياك، أنا بسوي لي كم اتصال بدور على وظيفة. حبيبي أنت إذا ما يهسل شغل يشتغل معي أنا. حاضر ليش لا، بديتك. زين يلا. ألو؟ دفنت ولدي وأنا أدعي عليك. الله لا يوفقك إذا لقيت في الموضوع. أنا راح أبلغ عليك. أنا راح أبلغ عليك، ما أخليك. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. أقول ترى علي وده مرت الطبيب، وأبشرك تقول سارة يمكن يلاقون علاج حق ولدهم بالخارج، وإذا إن شاء الله ولدت بالسلامة راح يودونه إن شاء الله. استريح على هونك على هونك. عاد هلا هلا فيهم، نبي وقفتك معاهم يا أبو علي. وقفتي بشنو بعد يوم علي؟ أفا عليك، يعني يمكن يكسرهم فلوس ولا شيء. يا أبو علي إش خانة الفلوس إذا الواحد تعب ولا مرض؟ عندي طلب ثاني بعد. لا لا ما بي فلوس ما بي فلوس، لا تحاتي عندي لله الحمد. أنا ودي بعمرة. تكفى طلبتك لا تردني. الله يخليك لي ولا يحرمني منك يا رب. لا يا أسماء ما تحطيش الشغل ده في دماغك خالص، هو أنا بلعاه أصلا الشغل اللي أنا بشتغله؟ لا 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 طلعيه من دماغي. حاضر اوديكوا المكان اللي انتوا عايزينه، بس هنعدي كده مشوار بسيط نروحوا سوا، وبعد كده انا معاكم في اي حاجه وفي اي مكان انتوا عايزينه. ده انا عيوني ليك يا قمر، انت حبيبتي يا اسومه. خلاص تمام تمام حاضر حاضر. هلا يصير الحين احنا ندخل معاك؟ يعني انا بقول شيء، انا غير وهي غير وانت غير، ما سبب لك احراج؟ احراج ايه؟ اوعي تقولي كده. تفضل اسمع. شنو الحين انا غير انت غير؟ انا الحين مسلم. شنو يعني انا ما قصد شيء، اقصد انت اول غير الحين ادري ان انا وانت غير وهي غير، هذا اللي اقصده. أنا أنطم أحسن لي، لأني أنا مرات أجتهد وأقول كلام بعفوية ما أقصد شيء، وعفويتي هذه تخليني أتورط في بعض المواقف. أنتِ أجمل ما فيك عفويتك، خليكي كده على طول، أوعي تتغيري يا أسوم. يلا تعالوا استنوني هنا، هدخل أسلم التبرعات اللي معايا وأصلي وأجيب حالي. يلا. أسمع أنت شنو يقول هذا الكلام؟ أنت كبير لا يقول كذي، الله موجود حق كل إنسان. صح Thank you.
انت ما زعلتي علي؟ ازعل منك؟ هو انت اصلا حد يقدر يزعل منك؟ يا اسماء انت وامي اول اتنين بتيجوا على بالي وبفتكركم بالدعوه. صدق؟ طبعا. تدعين لي مثل ما تدعين حق امك بذمتك، قولي الصدق هاله. يا اسماء انا بفتكرك على طول وبفتكر الظلم اللي انت فيه وبدعي لك، صدقيني بدعي لك وساعات ببكي كمان عشانك. كبتيني علشاني حبيبتي هاله، حبيبتي. انا اشوفك مرات وايد قويه واستعين بقوتك. متهيألك انا اللي بيقويني الدعاء، بيقويني على اللي انا فيه وبيقويني على ضياع حلمي، ومش عارفه كمان يمكن بكره استعين بيه يقويني على فراقك. الله لا يجيب فراق. ليش تحكين كذي؟ ليش؟ ما خلاص يعني امي كبرت بقى وكل شويه يا بنتي محتاجه لك، يا بنتي محتاجه لك. اخر سنه لينا هنا. بس انا اقدر اذا رحت وايتش. صدق انا اخاف من الطياره، بس يقولون في العباره وايد حلو في البحر. لا وسيبك بقى من العباره، ممكن كمان تلاقي جمال في جمل 4 سلندر ينزلك مصر. انت قاعده تتريقي علي. انت قاعده تتريقين، انا اتكلم صدق وانت قاعده تتريقي علي، ما ينفع. تكفى انا مالي شغل، وخر عني. اذا اسمعني اسمعني، انا مالي شغل، مالي شغل. انا توني متزوجه وداريني ترى يمكن يطلقني. ضاج هذا ضاج. تعالي قعدي قعدي. صدقين قبل شهرين كان وسيع، ما ادري ايش فيه صار، صار ضيج. اي خلينا نرجع حق موضوعنا. سمعيني، انا اخلص البروفه وادي نصك حق المنتج، لانك انت مثابره مثابره. يعني اقدر اقعد معاه؟ اي ما عندي مشكله تقعدين معاه، بس سمعيني تقولي له عن المخرج عشان لا تسوي نفس سوالف اخر مره. ان شاء الله يصير خير. تبي تروحين مهرجان؟ لا لا طبعاً، ماني رايحة. ليش؟ أنا فايزة جائزة أفضل ممثلة، وبعدين شكل المهرجان خربوطي، خروح نتونس. بس سمعيني متيلي بهالخلاجين وهالجليه. ما أنا ماني رايحة، بس أكو واحد برا بعد قاعد ينطرني، قاعد يقنعني إني لازم أروح، وإنتي تقنعيني إني لازم أروح، وأنا تعبانة مالي خلق أروح. ماني رايحة، ما أدري أنت الصح ولا أنا الغلط، أو أنا الغلط ولا أنت الصح، ما أدري. أنا بروح أشتغل بروفا. زين أستاذة سامية من فضلك، أنا متعبة ما يشفيني، تعبانة، فأبي صمونة وقلاص شاي. إي يا أشرف، صمونة وقلاص شاي بسرعة هني بالكالوس. يلا أنا أشتغل. ها شباب أنا جاهزة، يلا يلا نبلش. تدري لو تطلعين كذابة شنو بيصير فيك؟ والله مو قاعدة أكذب والله. شنو في؟ ها؟ جمانة ما في كذاب. أنت ما يعرف هذه؟ أنت ما يعرف هذه؟ نور الشيطان يسوي أكثر من كذي؟ زين، الحين شوف. ألو أسماء، شلونك؟ أسماء بغيت رقم أخوان نور. أي نور بعد؟ زين قول لي أنت إيش تبي بالرقم؟ أنا إيه عندي رقم بشار، بس بشار. أدري إذا عنده محل عطورات، أنا ما سمعت إنه عنده محل عطورات.
خلاص ان شاء الله ان شاء الله. يمكن انت متاكد؟ انا ما ادري. خلاص انا الحين ادز لك الرقم ان شاء الله. نبرة صوتك لا تدل على الطمأنينة. اكو شيء؟ خير ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله. الحين ارسل لك. مع السلامه. اخوي سالم ما قلت لي احنا وين رايحين؟ رايحين حق اللي بتقنعك تروحين لتكريمك. نجي كني عارفه الطريق هذا. انا سويت كل اتصالاتي وقدرت اوصل لها وهي الحين عندك. منى ما صدق مشكور اخوي سالم، مشكور. عسى عمرك طويل. ما صدق. الحمد لله وشكر يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اخيرا حلمي بيتحقق. الحمد مساء الخير. مساء النور. حي الله من يانا. يا هلا مرحبا. هلا فيك. معقول؟ معقول أحد يحبني كذي؟ أكثر. أبي تشدش من حسابي تشوفين كل شيء عنك، كل شيء، كل طباعك، كل شيء عنك. أنا عندي أشرطة عن مسرحياتك والأغاني والتمثيليات اللي مثلتيش. تحبيش تكرين كل شيء عنك يا حبيبي. هالأشياء الملموسة هي اللي تحدد مشاعرك. وشوفي تلفونها بعد. معقول؟ أنا ما أستاهل الحب هذا كله. لا تقولين كذي، أنا ما أرضى عليك. تستاهلين أكثر. ما شربتي قهوتك؟ أنا مثلك ما أحب القهوة العربية. أنا قريت في لقاء لك باخر أنك ما تحبين القهوة العربية. حبيبتي مو مطوفة شيء. لا أنا سمعت إن أنت محبة تكرمين. مو مقتنعة أستاذة، مو مقتنعة. ليش عاد؟ عملت جيد. تابعتي؟ إيه تابعت يعني مقاطع منه، قياسا من اللي قاعد يحصل من مستوى في الوسط الفني وكونها أول تجربة لك. أنا أشوف أنه جيد. شو الحمد لله. أنا بسأل سؤال، ليش أستاذة انقطعتي؟ ما تحملت، خفت من الفشل. أي فشل الله يهداك أستاذة، أنت كل عمل كنت تقدمينه كان رائع. والمشكلة أن من حق أي حد يقيمك سواء سلبا أو إيجابا. ما تحملت، تعبت. بس عادانا لما كان ينجح لي عمل كنت أستانس، أكافئ نفسي. روحي استمتعي، كافئي نفسك، تستاهلين. يصير أخذ رقمك؟ والله ما أسعدك، ما طرش لك صباح الخير مساء الخير ولا شيء. يصير. خلاص وطرش اللي تبينه. أنا كثرت طلباتي. عندي بعد طلب، أبي أخذ معك صورة.
وإذا ما تحبين أقدر أحط قلب حب أود على ويت عشان ما يبين، بس المهم أخذ معك صورة حقي أنا حقي. حبيبتي صوري، إذا كان الحب بهالمستوى خلي كل الناس يشوفونه، نزل لي تبين. شكورة. مالك نية تردين؟ شوفي عاد، إذا كان العمل يستفزني وتكونين أنت اللي كاتبته برجع. تستاهلين. حلفي يا سو، حلفي بنروح الحفلة، حلفي. غير ما حلف، بس على شرط الانضباط والخلق الرفيع وصوت المنخفض. تم كلهم تم، بس أشربك من ينادون اسمك. باب، شوفي من يطق الباب. يلا. ايش تبون؟ كلام اللي يقوله الريان صج؟ انا ما سويت شيء، هي اللي دنتها. يعني صج؟ انا مو قلت لك هبله وراح تخرب كل شيء عند المحقق. انا مو هبله، انت الهبله. شنو اللي انت اللي هبله؟ انت اللي تشغل بكل شيء. الريان هذا يقول اذا ما طلعتي زوجته من السالفه راح يبلغ عنك. يبلغ عن منو؟ اسمو اسمع، انا مالي شغل، هذه كل دعمتها هذيك. اسمع، ابو الولد قاعد يهدد زوجتي، ايش تبيني اسوي؟ شي يهدد فيه؟ بدل منو ابو الولد؟ منو؟ لا تسمعين كلامه، هذيك اللي دعمتها هذيك. امشي قدامي، انا عارف شلون ارجع السالفه، كافي فضايح، كافي. لا ما اروح مكان، انا قاعد هني اصلا، ليش اروح معك؟ انا ما سويت شيء، هي اللي دعمتها هذيك. انت مو بوعيك، مكانك مو هني. بس بشاير، تعالي لا تخافين، انا اخوك. تعالي انت مكانك الطب النفسي مو هني، فضحتي الامس. لا خليك، ما بروح. بس انت يا جيسي، لا عوره، امشي. ما في عوره. لا امشي جدا، يلا احبك عاد مني، ما بيها امشي قدامي. يلا يا عم كثير، مالك ابي مالك يا عم فيه دافا. يلا امشي، يلا يلا قدامي عاد، شيء ضاف شيء الباب. امشي صبر، نور حسوم خير واخلص. اسمع حبيبتي الله يخليك توعديني تروحين التكريم، زين؟ ابيك تروحين التكريم لان انت تستاهلين. الله يخليك، تخلين اخوانك يخربون عليك فرحتك، يكسرون مياديفك مثل ما حبينا كسروا مياديفي. يلا امشي، شوفين اخوانك يسوون، شوفين اخوانك قاعد يسوون. بروح التكريم. شيء العدل عليها، على ايدك الكسر. انت ما لك شغل فيها، كل اللي صار فيها بسبب قعدتها عندك. انا اتكلمها واغروا عني. انا بس اكلمك اسوم حبيبتي، تكفى الله يخليك، لا تعورين قلبي. حلفي انك راح تروحين. حلفي. والله بروح. بعد يخفين. يلا امشي. ادم قرقيس هاقراس. انا احب اليال، انا وايد احب اليال، اصلا اليال قزره. احنا مع بعض كل شيء نسوي وناسه، عندنا عادي، مو نفسكم انتم، كل شيء تاخذونه جد. وخلع عني. السم حبيبتي تكبر، توعديني تروحين التكريم لان انت احسن كاتبه بالدنيا، افضل كاتبه بالدنيا. تخلين اخوانك يخربون عليك فرحتك، ترى هذول اخوان عدوان، ما عدوان يدخلون. شيء صادق، روح السوقي. يلا هذول عدوان، هذول يلا دش، يلا خصيني. لا يسوون فيك مثلي. قعدي يا ابني، يا قعدي وحي استانسي، محكي ما لك شغل بيهم، هذيلا عدوان. قعدي ما لك شغل بيهم، عادي حبيبتي. أحبك أحبكم كلكم. قرقس آدم أحبكم. خلوني عنهم. والله هداك، لا تبكين، لا تحاتينها، هي مريضة، ما راح يودونها السجن. وأنا يا أختي مجبور اللي سويت شيء، سامحيني.
اهدي حبيبتي اهدي. ما انا قلت لك، انا مش قلت لك؟ لحقتهم بالتاكسي للمستشفى يا هالة، طلعت غريبة. الدكاترة ما رضوا أشوفها لأن أخوانها مانعين. دورتهم ما لقيتهم، قطوها ومشوا ما لحقت عليهم. وبدل ما يسألون الدكتور عن حالتها، عن ثنائي القطب اللي فيها مثل ما قلتي لي، سألوه متى يخلص التقرير الطبي بأسرع وقت. المحاكم صارت إيه الفضيحة بالنسبة لهم، لكن يقطون أختهم بشقة واللي يقطونها بالطب النفسي فعادي عادي عادي عندهم. تحب أنام عندك يا أسماء؟ أنا ابتديت أخاف عليك. لا هالة لا، أنتي ما ردتش بتمشين، لازم أتعود أني أكون بروحي ووحيدة. هالة لا تخافين علي، أنا إيجابية، راح أدوس على جراحي وأروح التكريم مثل ما وعدت نور. زيتي ليش ما تردين علي؟ مشغولة من مسلسل لمسلسل، يومين يلا يلا جهز. إذا أنا دقيت عليك والبروديوسر والمعد، يعني عشان اللقاء ترى كله ثلاث أربع ساعات. شو سوي مشغولة، ما عندي وقت حتى حك راسي. إذا بس ترى هالمرة في بادجت. لا وهدايا يعني يسوى. إيه؟ شوف أنا أكلم مدير الإنتاج يطلعني يوم عشان أصور معك. أوكي إذا قولي لي عشان يكون اللقاء سبايسي، شنو تبين نسأل؟ مع مين متهاوشة؟ اسمع أول شيء مدحني. إيه أقول لك لغب. ملكة الدراما الخليجية. لا ملكة مأخوذ، نبي نجمة الشباب الأولى. إيه حلو ماشي معاي، لأن جمهوري كله شباب، بعدين أنا صغيرة للحين تدري. وأبي كم سؤال عن إن شاء الله إن شاء الله. تشاش تصور الحين؟ إيه افكت افكت بنجوم. ها كاو حطيت لحظة أنا أحب. إيه يلا يلا بينا تليفون. ها إيه أكلم إن شاء الله. خلاص ماشي. أنتش في وجهك مقلوب كذي، أكيد دريتي. شنو اطلعت السالفة؟ مو تكريم يعني، عادي أنا مو أحسن ممثلة ولا أنت أفضل كاتبة، حسبي الله على هالصحفي اللي كذب علي. وليش كذب؟ يبون حضور، يدرون إذا ما تكرمنا ما راح ني. هم يبون حضور، ميانين إحنا ننطر جوائز. قطيعة هذه شايبها ويعة أبوي. إيه؟ متى يبتدون؟ تأخروا. المفروض الحين، بس ما بدوا يمديني أنحش. أي ليش جاية إذا بتروحين؟ دام هذه جاية ما ظنتي أنا اللي فايزة، وما بحد يصورني وأنا معصبة ومحترة. لا لا لا، أنا ما أعرف أمثل بالحياة. يلا باي. ها وين طولة وبس بمشي. كعب دوا الحين بيضيعون لسامي. واي ماني خلق. تعالي قعدة يمي، أبيك أساس أنا مش الموضوع ما يخلص الحفل. تعالي 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 بدأ تعالي. شكرا لكل هذا الحضور والنجوم اللي اشتغلوا طول السنة لعمل أعمال مميزة ونجوم مختلفين ومميزين، وإن شاء الله اليوم راح يتم تكريم كل اللي تعبوا وحصدوا الجوائز المميزة اللي راح نقدمها. نبتدي الحين في مراسم التكريم لأنكم تستحقون هذا التكريم من خلال مهرجاننا المميز. ونبتدي بجائزة أفضل ممثلة دور أول، ذهبت لي سارة جمال. ما عليك محسوبية مش صحيح، أنا قاري النص، ركيك النص. ألف مبروك. ألف مبروك للفنانة سارة جمال، جائزة أفضل ممثلة دور أول. مبروك ومبروك لكل الفائزين
والنجوم، والآن مع جائزة أفضل نص تلفزيوني ذهبت إلى مسلسل قناع الفضيلة للكاتب داوود طه. كل شيء بحياتي انقسم نصين، حتى فرحتي. فرحت بفوز مسلسلي نص فرحة، النص الثاني منها خذا مني داوود. علي بالعافية، علي بالعافية. أنا قنوعة، قنوعة وراضية بنص الفرحة. بالنهاية نصي هو اللي فاز. نص فرحة زينة زينة زينة. منو فينا معايش على أنصاف الحلول؟ منو؟ سامية مثلاً حياتها مقسومة نصين. نص الأول سامية الممثلة، وهي وايد قوية بهالنص، بتمثل وتشتغل رغم كل شيء. ما اعتزلت وخافت مثل حبيبتي منى فرج. سامية بعد عندها نص ثاني، وصل إنساني مو قوي، شفته بعيني. نص إيه خايفة تواجهه، ينعم خايفة من المواجهة. ونور مزاجها بعد من قص نصين، نص وايد سعيد وفرح، تونس معاها اللي قدامها قصبا عنك تبتسم. نص وايد تعيس، خليك تشوف الدنيا معاها سودة ظلمة. حتى صلاح أخوي تعقد من جهله، وصار عنده نص شهادة، ومرته عندها شهادة كاملة بس عندها نص لباقة. ومنصور أخوي عنده نص عافية وعايشة، عايشة الطيبة الحبيبة اللي تحب الناس وتقوم فيهم. شايف الزواج وهو نص الدين. وعلي نص ناضج، نص الثاني مراهق. ومشعل عنده نص ظاهر ونص غامض ما ندري عنه. وخالد عنده نص ثقة بالنفس، وأمه عندها نص هوية. لا هني راضين بنصها اللي هناك، ولا هناك راضين بنصها اللي هني. حتى هالة حياتها نصين، نص طموح هذا تنازلت عنه عشان نصها الثاني الأمومة. وأنا أشوف نص كل واحد فيهم وأبني عليه نصي. أنا عكسهم، عكسهم كلهم. أنا سعيدة رغم كل شيء. تدرون ليش؟ لأني أشوف النص المليان من الكوب، لأنه نص السعادة أحسن من ربعها. لأن إذا أحد أعطاني عيدية نص دينار أفرح أفرح وأقول أنا عندي نص، أنا عندي نص، عندي نص.